الأستاذ فهم عمر مش العميد بس، ده العميد والناظر والأستاذ والأب والمعلم، كوكتيل على بعضه كده نقدر نقول إنه هو العلامة بتاعنا بالنسبة للإعلام، مش بس في الكلمة المسموعة لكن حتى في الكلمة المقروءة. يعني يمكن الكتير ما يعرفوش إن الأستاذ فهم عمر من أفضل الناس اللي كانت بتكتب أعمدة، وكان بيكتب في جريدة الكرة وملاعب وفي المسا وفي مجموعة كبيرة من الصحف. الأستاذ فهم عمر طلع أجيال كتيرة جدا جدا، إحنا منهم، إحنا كلنا تتلمذنا وتعلمنا على إيد الأستاذ فهم عمر، فربنا يديله الصحة يا رب، وربنا نشوف منه كمان لأنه هو ما زال معطاء لغاية دلوقتي. لا زي ما انت قلت أستاذ فهم عمر ده الخال والعم والأب الروحي لكل إعلاميين مصر. فهم عمر أو الخال فهم عمر ده رمز، وزي ما قلت لك يعني ممكن تتك عليه المعلم، والحمد لله ان هو لسه موجود بينا عشان يعني ايه نتعلم منه اكتر. وانا بعتقد ان اي مكان يتشرف ان موجود معاه الخال فهم عمر، سواء في حفلات تكريم في اي حفلات، فهم عمر قيمه وقامه، وبقول من حسن حظنا ان احنا لحقناه. لا ده هنا يطول الحديث لانه الاستاذ فهم عمر استاذنا كلنا، هو اللي اتعلمنا على ايديه، وهو يعني انا شخصيا شفت بدايات الاعلام الرياضي على ايدي الاستاذ فهم عمر، التعليق على مباريات الدور العام اللي بداه الاستاذ فهم عمر اعتقد من يمكن سنه 1956. شوفوا استمر بقى لغايه اقول ايه لغايه اواخر الثمانينات. طبعا الاستاذ فهم عمر هو الذي ارسى قواعد عمل العمل الاذاعي الرياضي، هو اللي اتعلمنا على ايديه كيف تكون محايدا، كيف تقوم بتغطيه الحدث الرياضي بكفاءه، كيف تخاطب الجمهور بتواضع و بأسلوب مقنع. أستاذ فهم عمر ما زال لحد الآن هو رئيس اللجنة العليا للمعلق، بيختار المعلقين، يعني هو أنا عايز أقول لك وملحوظاته بقى، اسمع ملحوظات الأستاذ فهم عمر على التعليق، اللي يسمع الملحوظات بتاعته وينفذها هيبقى من أعظم المعلقين على مستوى، مش بقول لك الوطن العربي بس، على مستوى العالم كله. لكن للأسف في ناس كتير جدا بتبعد عن ده، بيتخيلوا إن هم بقى دخلوا في شكل جديد، لكن أستاذ فهم عمر مدرسة كبيرة جدا في العمل الإعلامي الرياضي، في التعليق دلوقتي. التعليق أنا 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 بقول الفترة الجاية بإذن الله في التعليق الرياضي الكروي على وجه التحديد هيكون على مستوى عالي جدا. الأستاذ فهمي حاطط معايير جامدة جدا، وبيعمل دورات على طول، وبيدي ملحوظات للشباب المعلقين لو استفادوا منها، وأعتقد إن هم يستفادوا منها ولازم يستفادوا منها، هيبقى مستقبل التعليق الكروي والرياضي عموما في مصر على أعلى مستوى. أستاذ فهمي عمر طبعا كلنا عشنا مع أستاذ فهمي عمر، يمكن انتوا لسه ما كنتوش عشتوا معاه في فترة الراديو والتعليق على الدوري العام الساعة 7:05، دي كانت من الحاجات المقدسة اللي كنا بنستناها، كانش في أي حاجة اتصال تاني ولا وسائل نت والحاجات دي، فكان الأستاذ فهمي عمر بتعليقه الساعة 7:05 كان هو اللي بيشبعنا كرويا ورياضيا وكل حاجة. لما الحياة مشيت وأنا الحمد لله دخلت كلية إعلام وتعينت في التلفزيون كمذيع، كان لي الشرف إن الأستاذ فهمي عمر يكون رئيس لجنة من اللجان اللي أنا بحضر فيها اللي هي لجنة التعليق الرياضي، وهي المسؤولة عن كل المعلقين الرياضيين اللي بيطلعوا على شاشة التلفزيون سواء في المصري أو القنوات الخاصة. أستاذ فهمي عمر على الرغم من أني ما حشرتوش كإداري لأنه كان طلع ما عاش قبل ما أنا أدخل التلفزيون، لكن أسلوبه في العمل وأسلوبه في اللجان اللي احنا بنحضرها بيبين قد إيه أن هذا رجل قيمة رياضية كبيرة، صوت رخيم، صوت إذاعي جميل،
بيخش على طول القلب من غير اي استئذان. كل حاجه في الاستاذ فهمي عمر الحقيقه بتخلينا نقول عليه ان هو واحد من رموز العمل الرياضي او الرياضه والاعلام الرياضي في مصر كلها.